أهم التطورات في العراق والعالم نتابعها بدقيقتين. العدوان الإسرائيلي يتواصل على غزة لليوم 37 وبقوع عشرات الشهداء بينهم طبيبان في قصف مستشفى للولادة. قرار وشيك بين بغداد وأربيل استئناف إنتاج النفط من حقول كردستان. الأقليم مستعد وتفاهم عراقي تركي لمعاودة التصدير إلى جهان. اتفاق عراقي أمريكي يعزز أرصدة 25 مصرفا بالعملات الأجنبية، 10 بنوك بالدولار والبقية باليوان الصيني والروبية الهندية. يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 37 مخلفا أكثر من 11,100 شهيد، وأسفر قصف قوات الاحتلال على مستشفى للولادة في القطاع عن استشهاد طبيبين، وبينما أطلقت مسيراته النار على مجمع الشفاء الطبي أوقعت غارات جديدة على أحياء سكنية أكثر من 20 شهيدا. توقع وزير النفط حيان عبد الغني التوصل إلى اتفاق مع حكومة كردستان لاستئناف إنتاج الخام من حقول الإقليم خلال 3 أيام. وأعلن الوزير من أربيل التوصل إلى تفاهم مع تركيا لاستئناف صادرات النفط عبر خط جيهان، كما اجتمع مع رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني الذي أكد استعداد الإقليم لمعاودة الصادرات. كشف مصدر حكومي عن ارتفاع أعداد المصارف العراقية القادرة على تعزيز أرصدتها بالدولار إلى 10 مصارف. وقال المصدر إن 5 مصارف ستعزز أرصدة الدولار بصورة مباشرة عبر سيتي بانك، وخمسة أخرى من خلال بنك جي بي مورغان، فضلا عن تعزيز حسابات ل15 مصرفا باليوان الصيني والروبية الهندية. للمزيد تابعوا منصات يوتيوب على مواقع التواصل الاجتماعي.